ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن جديد على هوم سينما. رجعنا فيديو جديد وحلقه جديده، والتريلر اللي احنا هنعمله رياكشن النهارده هو الاوفيشال تريلر للجزء الثالث في سلسله افلام ولاد رزق، الجزء الثالث القضيه. قبل ما نبدا حلقتنا كنت عايز اوضح بس حاجه بسيطه جدا، لان انا كنت قايل الكلام ده اوريدي لان انا عملت تريلر رياكشن ليه في الفيلم اللي هو بتاع فينوم الجزء الثالث، بس الحلقه لسه ما نزلتش، فالحلقه دي هتنزل الاول وبعد كده حلقه فينوم برده. اولا انا بعتذر جدا لو الصوت بتاع المروحه عالي قوي، فممكن يكون الصوت داخل مع المايك، ده بجد غصب عني لكذا سبب، لان اولا الجو حر جدا والجو بصراحه مش مساعد خالص ان انا اقلل من المروحه، يعني لمؤاخذه يعني، لحد ما الواحد ربنا يكرمه ويركب بقى تكييف في الاوضه في المكان اللي احنا بنصور فيه، لان بصراحه الجو بشع ولا يطاق. وبصراحه يعني الواحد بيعمل فيديوهات اصلا اليومين دول بالعافيه، لان الجو بصراحه مش مساعد الواحد خالص ان هو يعمل اي حاجه وان الواحد اصلا يتكلم بالعافيه. فانا بعتذر لو صوت المروحه مبدئيا صوت عالي جدا مع صوت المايك، او ممكن يكون الصوت المروحه مغطي كمان على صوت كلامي. يعني حاجه تانية، حاولت على قد ما اقدر ان انا اقلل الاضاءه شويه، لان انا في سوفت بوكس كنت بحطه هنا ورايا كان بيعمل اضاءه هنا خلفيه، فانا للاسف اضطريت ان انا اشيل برده السوفت بوكس عشان حاولت على قد ما اقدر ان انا اقلل الاضاءه شويه في الاوضه وانا بشتغل، لان زي ما قلت لكم الجو صعب فشخ، فتو ماتش اضاءه هنا واضاءه هنا واضاءه هنا، وهتبقى كمان اضاءه ورايا، فانا هبقى حرفيا محاصر من، يعني مش عارف، محصر من الطاقه الشمسيه حرفيا، يعني الطاقه الشمسيه is everywhere. انا اسف لو ممكن تكون حتى كمان كواليتي الصوت غير كواليتي الصوت، يعني ممكن تكون كواليتي بتاعه الاضاءه مش تبقاش برضو احسن حاجه، برضو يا ريت تقولوا لي في الكومنتس لو يعني لو الكواليتي بتاعه الاضاءه ارجع السوفت بوكس ولا لا، ولا اخليه كده زي ما هو يعني. فبرضو يا ريت برضو تفيدوني في الموضوع ده. قبل ما نبدا حلقتنا ما تنسوش تكونوا عاملين سبسكرايب للشانل بتاعتنا، لان ده يا جماعه بجد بجد حقيقي بيساعدنا جدا، واللايك والشير للحلقه، ويلا بينا نبدا. التريلر اللي معانا النهارده هو فاينالي الاوفيشال تريلر لفيلم من افلام عيد الاضحى، وهو فيلم ولاد رزق الجزء الثالث. احنا كنا عملنا له قبل كده تريلر رياكشن على فكره، بس ابارنتلي زي ما انا كنت قايل ان هو كان تيزر، بس احنا كنا ادينا له نسبه ترقب 6/10 في التيزر اللي احنا عملنا له تريلر رياكشن، انه برضو يعتبر في المتعارف بتاع التريلرز هو فيديو كان طويل، فاحنا افتكرنا ان ده اوفيشال تريلر. حتى انا استغربت، انا قلت ده مستحيل يكون اوفيشال تريلر، اكيد هينزلوا تريلر تاني، وبالفعل امبارح ولا اول امبارح نزلوا بالفعل الاوفيشال تريلر بتاع ولاد رزق اللي احنا عملنا له هنعمله ان شاء الله باذن الله تريلر رياكشن. طبعا احنا موضوع الكاست احنا كنا اوريدي قلنا ان هم نفس الناس هيكونوا موجودين بتوع الجزئين اللي فاتوا، اللي هو احمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم، بس بيتضاف معانا في الجزء ده آسر ياسين وعلي صبحي، وطبعا معانا محمد ممدوح من الجزئين اللي فاتوا، وطبعا تاليف من صلاح الجهيني ومن اخراج طارق العريان. انا بصراحه امريلي اكسايتد ان انا اتفرج على التريلر، لان انا زي ما انا قلت التريلر اللي فات انا بصراحه ما عجبنيش خالص، عشان كده اعطيته نسبه ترقب 6/10، وممكن يكون يعني اقل جزء من الجزئين اللي فاتوا، يعني حتى كانتيسيبيشن او حتى نسبه ارتقاب لفيلم من افلام عيد الاضحى او جزء من اجزاء ولاد رزق، ممكن يكون الجزء ده اقل بكتير جدا من الجزء اللي فات واللي قبله. فالله اعلم ممكن يكون التريلر ده يعني يكون احسن بكتير من التريلر اللي فات، اتمنى بصراحه. طبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي الاول مره، ولاد رزق الجزء الثالث اوفيشال تريلر، يلا بينا. احنا اربع اخوات، انا وربيع ورمضان ورضا. رضا عايز ترجعنا للشمال تاني اخر مره. حد عاقل برضك يتورط مع النونو؟ احمد امي وابويا ما هسيبك. لا انا ولا اولاد رزق. عندي لكم عمليه هنضرب بيها عصفورين بحجر واحد في الرياض. مفيش كلام، الرضا 5 مليون افضل يزغلله عن اي حد، بس انا خايف. مبدئيا كده العمليه دي لازم تتعمل. انا حد رابع. تقعدوا جنب بعض احسن. جنب بعض ايه؟ احنا بنحب كده، يبقى في بينا حاجه. اخوات بقى. انتوا ما تعصوش من اللي حصل لكم المره اللي فاتت. انت بتخون يا ربيع. دوس في رقبتك يا رضا، فرصك عندي يا شايف، وهترجع في ظهر بعض. تعلموا علينا في منطقتنا، ده احنا اولاد رد. تحضنوا بعض وتعملوا ايدين انا معاك. لما شفنا بنبوس وبنحضن ابقى الدار تمام، بس ما تشبعتش. اوكي، عندي كلام كتير عايز اقوله قبل ما ندي نسبه الترقب يعني بتاع الجزء ده او التريلر ده بمعنى الاصح. هو مبدئيا واحدة واحدة كده يا زميلي عراي، اصلا خصمنا بتتضايق، تعالى نرجع كده واحدة واحدة ونفسس. اوكي، هو اولا مبدئيا كده الكادر ده يعني عايزين نفصص. انا بصوا انا في كالعادة يعني في افلام ما بحب افصص فيها
وفي افلام ما بحبش افصص فيها، لان في افلام يعني بتستحق التفصيص وفي افلام لا تستحق التفصيص، فاحنا هنفصص هنا لمؤاخذه. اولا الجزء ده او التريلر ده بمعنى الاصح اللي شد انتباهي اول كادر او بدايه الموفي يعني او بدايه التريلر، ان الجزء اللي فات الجزء الاولاني اللي كان بيتم استجوابه كان احمد الفيشاوي، والجزء اللي فات اللي كان بيتم استجوابه كان احمد داوود، الجزء الثالث بقى هيتم استجواب احمد عز. فدي برضو حاجه من الحاجات برضو اللي انا شايفها ان هي هتبقى جامده جدا، لان مش هيبقى يعني احمد عز في الاول وفي الاخر بطل الفيلم وكل حاجه، هو اللي هيبقى المين فوكس عليه او المين سبوت عليه، هو اللي هيحكي القصه. ومن الكادر ده اللي بيتم استجوابه تقريبا سيد رجب، يعني سيد رجب هو اللي بيتكلم مع احمد عز، فسيد رجب هيكون اي ثينك وان اوف ذا مين فيلنز اللي موجودين في الفيلم. يعني يعني احساسي بيقول لي ان سيد رجب مش هيكون هو الفيلن الوحيد اللي موجود معانا في الفيلم ده، فغالبا هو هيكون one of the main villains. يعني طبعا احنا العيد ده هنشوف النيو لوك ده لمؤاخذة في شوارع مصر وضواحيها. يعني احنا كان عندنا الموضة بتاعت رامز جلال في رمضان، بعد كده العيد الصغير او عيد الفطر، بعد كده العيد الاضحى بقى هيبقى عندنا الستايل ده لمؤاخذة. يعني دلوقتي هتلاقي مصر كلها عاملة شعرها كده دلوقتي. كي بوليفارد وورلد، احنا المرة دي بنتكلم في السعودية زي ما احنا شفناها في التريلر اللي فات، فغالبا يعني تقريبا معظم الفيلم هيبقى هيدور في السعودية غالبا يعني، وجزء صغير هيكون في عين السيرة اللي هو ممكن يبقى في اول الفيلم، وبعد كده هيستدعوهم بقى يروحوا السعودية والكلام ده كله. لا افهم في العربيات بس اي جسو this is a McLaren، يعني المكلارن اللي كنت بلعب بيها في نيد فور سبيد 2 من 20 سنة. اكشن، شوية اكشن وحركات، بصراحة انا عاجبني الاكشن والخبطات والحركات. الافيه ده برضو فكرني شوية بالافيه بتاع الجزء الاولاني، بس ما عرفش ليه لما احمد عز قال الافيه ده لما قال لك احنا اخوات، معرفش جه في دماغي قوله فصادن الافيه بتاع ابو العربي، فيلم ابو العربي اللي هو نحط بينا فوته. هو محمد لطفي معانا في الجزء الثالث برضو، هو اللي كان في اخر الفيلم في الجزء الثاني راح جاب سيد رجب من السجن. علامات استفهام بقى كتيره جدا على شخصيه الشايب مع الشخصيه يعني اللي بيقدمها اسر ياسين. الجزء الثاني قفل او في الكريديت سين بتاعه قفل ان سيد رجب ومحمد لطفي جابوا اسر ياسين او they introduced الكاركتر بتاع اسر ياسين اللي هو الشايب. دلوقتي في حاجة من حاجتين، وده انا حاسس ان انا اللي هقوله ده صح. اولا انا حاسس ان هو هيلعب على الوينجين اسر ياسين، ان هو فكرة ان هو ينضم لي ولاد رزق في المهمة بتاعتهم بتاعت موضوع الرياض اللي احنا مش فاهمين هم هيعملوا ايه بالظبط. غالبا موس بروبابلي هيروح يأمنوا حاجة في ماتش بتاع البوكس بتاع 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 موسم الرياض اللي كان بيشارك فيه تايسون فيوري يعني، بس طبعا وش مش ده هيكون المين فوكس بتاعنا اللي هو التأمين. اكيد هيكون في عملية سرقة او في حاجة هتحصل يعني مبدئيا. اسر ياسين بقى تقريبا على ما اظن هيلعب على الوينجين، هيلعب مع ولاد رزق، وطبعا مش هيعرف ولاد رزق ما اعتقدش ان هم هيعرفوا ان هو بيخونهم، لان انا شايف من وجهه نظري ان اسر ياسين اي ثينك سو يعني في الفيلم هيكون مظبط مع سيد رجب ومحمد لطفي ان هم يضحكوا على ولاد رزق ويوقعوهم بشكل ما. البلوت تويست اللي ممكن يحصل في الفيلم ده بقى احساسي ان اسر ياسين بقى يضحك بقى على سيد رجب وينضم مع ولاد رزق، يعني هيبقى في بلوت تويست انسايد ا بلوت تويست. ده انا شايف كده. ولاد رزق الجزء الثالث القضية معانا في عيد الاضحى. انا مش عارف. بصوا قبل ما اقول تعليل الاخير، انا ما عنديش مشكلة مع اسر ياسين ولا عندي مشكلة مع علي صبحي. كده محمد ارجع لي كده بالكادر. انا ما عنديش مشكلة مع علي صبحي واسر ياسين، عكس ناس كتيرة جدا كانت بتقول ان الفيلم ده ممكن يفشل عشان ما فيش احمد فيشاوي واحمد داود والكلام ده كله. انا معاكم تماما 100% ان احمد الفيشاوي واحمد داود هما كانوا احسن حاجتين اصلا موجودين في فيلم ولاد رزق، سواء الجزء الاول او الجزء التاني. ده انا شايف من وجهة نظري. اللي انا سمعته ان هو غالبا هيطلعوا كيميو في الفيلم ده، كيميو اللي هم هيطلعوا ضيوف شرف تقريبا يعني. دي الحاجه. الحاجه الثانيه، انا ما عنديش مشكله مع علي صبحي، بالعكس انا حاسس ان علي صبحي اصلا اللي هو الشخص الرابع، علي صبحي ده اصلا على فكره ممثل شاطر جدا جدا جدا، دراما هيديك دراما رهيب، كوميدي هيديك كوميدي رهيب على فكره. وشفنا ده في حاجات كثيره هو عملها، سواء في مسلسل خمس جولات في مسلسل جولة أخيرة بتاع أحمد السقلة، ومسلسل منى زكي اللي هو بتاع تحت الوصاية برضو كان تمثيل رهيب. الكوميديا اللي بيصدرها من التريلر ده أنا شايف من وجهة نظري مش وحشة. أنا حاسس إن هو هيكون مفاجأة الفيلم ده علي صبحي، وعلموا على كلامي ويعرفوا إن أول لما الناس هتخرج من الفيلم ده هيقولوا إن أحسن كاركتر كان موجود في الفيلم ده هو علي صبحي، وهتشوفوا أنا متأكد مليون في المية. بالعكس انا ما عنديش مشكلة ان هما الاتنين ينضموا مع فرقة ولاد رزق او الكاست بتاعنا ولاد رزق اللي هو يبقى علي صبحي واسر ياسين، بس طبعا فكرة ان احمد الفيشاوي واحمد داوود مش هيكونوا موجودين في الابطال الرئيسيين دي بصراحة دي حاجة مستفزة. يعني انت ممكن تحطهم اكسترا معاك
تمام ما عنديش اي مشكله، بس فكره ان انت تشيل اتنين من كاركتر وتحط اتنين من كاركتر تانيين بصراحه دي انا شايف ان هي حركه يعني سخيفه شويه مش حلوه خالص. حتى يعني حتى ده انا عايز اشوفهم هيعالجوها ازاي في الفيلم، هل ممكن يطلعوهم ان هم ماتوا، هل ممكن يطلعوهم ان هم تابوا، هل ممكن يطلعوهم ان هم سافروا، يعني وات ايفر بقى هيعالجوها ازاي. وسمعت كمان ان في ولاد رزق 4 يعني ده اللي انا اعرفه، فهل برضو لو في ولاد رزق 4 هل هيرجعوا الكاركترز دول تاني، هيرجعوا في شوي تاني، هل هيرجعوا احمد داوود تاني، الله اعلم. المشهد الاخير اللي في الاخر اللي بعد التريلر برضو بعد العنوان ما شدنيش قوي، كنت متوقع ان ممكن يظهر ديف شرف، يعني انا سمعت برضو طراطيش كلام هيبقى فيه كريم عبد العزيز وبتاع، بس كويس ان هم ما حطوش في التريلر سايبينهم في الفيلم. وغالبا كريم عبد العزيز حتى لو هيظهر اعتقد ان هو هيظهر مشهد واحد وخلاص على كده، ممكن يبقى اوبننج للجزء الرابع يبقى هو المين فيلن، الله اعلم. برضو كلها توقعات بس يعني الله اعلم هبقى صح ولا غلط، بس انا احساسي بيقول لي 90% من اللي انا بقوله هيطلع صح. انا نسبه ترقبي للفيلم في التريلر، اللي انا عملت له تريلر رياكشن قبل كده كان 6/10، نسبه ترقبي للفيلم دلوقتي عالي الدرجه، انا شايف من وجهه نظري 7/10 is way more than enough. وبالنسبه لافلام العيد خلاص 100% شور، هم اربع افلام معانا في افلام العيد السنه دي، هو ولاد رزق الجزء الثالث واللعب مع العيال عصابه الماكس واهل الكهف. انا شايف ان موسم عيد الاضحى 2024 السنه دي هيكون واحد من اقوى مواسم عيد الاضحى اللي مرت في التاريخ ده بكل تاكيد، وان شاء الله باذن الله الاربع افلام بتوعنا بتوع العيد هيبقى ان شاء الله باذن الله هيكونوا معانا السنه دي في مراجعتنا على هوم سينما، وده لاول مره تحصل تقريبا على ما اظن من 2019، لان تقريبا على ما اتذكر يعني مفيش ولا مره في افلام عيد الاضحى عملت ريفيو للاربع افلام اللي بتنزل في العيد، تقريبا دايما كنت بقول يعني عملت ريفيو لفيلم او فيلمين او ثلاثه، انك الافلام كلها على ما اتذكر يعني اعتقد ما حصلتش يعني. بس خلينا نشوف، وممكن ده يكون طبعا يعني مش يعني مش هنضحك على بعض، الفيلم ده لما هيجي ينزل يعني هو هينزل قبل العيد تقريبا بثلاث ايام على ما اظن، او العيد على ما اعتقد يعني هو يوم هيوافق يوم حد اي ثينك سو يوم 16، الفيلم ده تقريبا هينزل يوم الاربعاء، فغالبا هينزل ممكن قبل العيد بثلاث اربع ايام، فده شيء كويس انا شايف من وجهه نظري، حتى عشان الواحد يتفرج على الافلام قبل زحمه العيد يعني ووجع الدماغ والكلام ده كله يعني. بس ما عنديش اي حاجه ثانيه اقولها عن فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديو ثاني قريب. ما تنسوش تعمل سبسكرايب لايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برده تعمل سبسكرايب للشانل الثاني اسمها هومالون وتيك تو، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن، ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتيك توك وانستغرام برده هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن، وباي باي.